طيب المكاتب أو المبعض، عرفنا احنا المكاتب والمبعض المشترك في الرقيق يعني. نعم. ولا شيء على العبد في بعضه الحر. ثم من ولد له ولد أو تزوج أو اشترى عبدا قبل الغروب من آخر يوم رمضان ثم مات قبل الفجر، وجبت على الأب أو الزوج أو سيد العبد عن القول الأول دون الثاني الزكاة. أهجينا الموضوع الخلافه. يعني إنسان ولد له ولد ثم غربت الشمس وجبت فيه الزكاة، وجبت عليه الزكاة. إذا مات بالليل الولد قبل الفجر خلاص، لأنه ما دام كان حي وقت وجوب الزكاة غروب الشمس تجب فيه الزكاة. طيب الصورة الثانية، هو ولد بعد المغرب بعد العشاء وصار يعني لغاية الفجر كان حي وموجود كويس، ما دام طلع عليه الفجر وهو حي وجبت فيه لإيه؟ على إيه؟ على القول الإيه؟ الثاني اللي هو أن الزكاة تجب إيه؟ بطلوع فجر يوم أول شيء، أول يوم منين؟ من شوال. مثلا واحد أسلم قبل غروب الشمس، إذا غربت عليه الشمس وهو مسلم وجبت عليه الإيه؟ الزكاة. طيب واحد أسلم بعد العشاء وصار مسلما حتى لغاية الفجر وجبت عليه الزكاة بإيه؟ من القول الثاني دون القول الإيه؟ يعني تجد المسألة مسألتين دول الخلاف ده، والخلاف قوي ومفيش حد عايز يتراجع من الرأي بتاعه. على أي حال عندنا المسألة دي مشهورة جدا بالخلاف القوي اللي بين فريقين، وقوي جدا لا نقول ده هو الأرجح ولا ده الإيه؟ الأرجح. إذا في حاجة كمان إذا أي ما شاء الله تجاكم كده يا مشايخ، وصلكم الجميع؟ تمام والله أنا جعان فعلا. الله الشيخ ده عملها معي قبل كده، عملها معي. نعم قلت أنا الشيخ مسعد برضه عندي محاضرتين ورا بعض كده، كان في دكان تحت البيت باخد منها ثلاث بسكوتات احطهم في جيبي بين المحاضرة دي وبين المحاضرة دي. المحاضرة كانت في الجامعة هنا، المحاضرة الثانية كانت هنا برضه، اكل البسكوتات واشرب الشاي يساعدوني لغاية ما يخلص المحاضرة. وبعدين في يوم نزلت الدكانة قفلة، هاي في الطريق اشتري من نسيت لغاية ما جيت هنا اهو، جت المحاضرة الأولى في مكانها وجيت هنا اهو ما فيش. إذا بواحد يدخل علي من الباب ده ومعاها علبة كبيرة، علبة بسكوت كبيرة كده اهو، ويوزع على كل طالب بسكوتة 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 بسكوت كويس يعني زي البسكوت اللي أنا بشتريه، وجاء عندنا حط لي ثلاث بسكوتات. دي أنا عرفت منها حكمة كنت واخد بالي منها، إكرام الناس في طلب العلم، إكرام إيه؟ طلاب العلم. من ذلك الوقت كان واحد رجل يعمل شاي هنا، قلت له شوف ما دام تجد في درس هنا هو لازم تجيب للناس دي كلها تشربوا شاي. شيخ دردي الرجل ما تحملش ان هو يترك الناس من غير يعني تكريم، فلازم يكرم طلاب العلم. فذلك اصبحت منين؟ من ذلك الوقت كل طلاب العلم يكرمون في هذا المكان.
شوف كده المسألة بتاعت الليل. ولو حصل شيء ما ذكر بعد الغروب وطلع عليه الفجر وجبت الزكاة على مين؟ على من ذكر على القول الايه؟ الثاني دون الأول. ولو مات قبل الفجر لم يجب على كل الايه؟ كل من القولين، لأنه هو اللي حصل الغروب واللي حصل الايه؟ الفجر. وقص على ذلك من طلقت أو عتق العبد أو بيع، ومن لم يقدر عليه إلا بعد فجر الشوال لم تجب عليه شيء. إذا حصل الطلاق، العتق، البيع بعد الفجر خلاص حصل القول الأول ولا حصل القول الإيه؟ الثاني، لأنه كان عاجزا عنها وقت الوجوب. وإن ندبت إن زال فقره أو عتق يومها، من باب الندب وليس من باب الإيه؟ الوجوب. تفضل. أما الكتاب فبالعموم في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
استخراجها يحوجه إلى الطلب، وهذا مناطر لبعض وجوبها، ويلحق بالقاتل حقيقة راجع الله إذا تسلم. وعلم المصنف ذلك بأنه قاتل حكما. الفرع الرابع، يجب أداء زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته. الدليل على ذلك هو ما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنه، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمومه، أي ممن ألزمه الشرع في الإنفاق عليه. تابعة للمؤمن فيما هو من أهل الأمة، فيجب أن تلزمه بدلالة أن العبيد لما لزمت سادته نفقاته لزمته الفطرة عنه، وإذا ثبت أنه تلزمه عن زوجته فتلزمه عن خادم من خادمها، لأن نفقتها مستحقة عليه. وإنما لم يلزم إخراجها الذي يلزمه نفقته
ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. أنا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يشرح الصدور وأن ينير القلوب إن شاء الله.